على كل حال بدي رحب بضيفتي، اهلا وسهلا فيكي حضرتك كريم الرشاش شعبان. أهلا. فنانه تشكيليه، وانت اليوم معنا لنحكي عن المعرض يلي عم بتقدميه تحت عنوان جوين جوين جون. رح نفهم ليش جوين جوين جون، مزبوط مش جوين جون بس. ولكن بالبداية كنت عم بحكي معك تحت الهواء، نوع الفن يلي بتقدميه مش كتير يمكن سامعين عنه، مش يمكن مش معودين عليه، اللي هو ميكست ميديا. مزبوط. بس قبل بالبداية خلي أقول إنه أنت متعددة المواهب أو الهوايات، من رسم، فوتوغرافي أو تصوير، لعدة قصص. من وين بلشتي وكيف فتتي يعني؟ بس هيدي السؤال، يعني انا طول عمري بحب الرسم، سو لما كنت صغيره كانوا اهلي بعتوني ادرس رسم وبينتينج. بعدين اكيد بلشنا شغل واشتغلت 32 سنه كاستاذه، بس بهالوقت كنت كثير حب صور. نعم. يعني اذا بتفتحي البومات العيله بتلاقي انه ماني بالصور، لانه انا اللي عم صور كل الوقت. نعم. وكمان بدي اشكر كمان الاي يو بي، اعطونا مجال درسنا بروفيشنال فوتوغرافي مع دار المصور والاي يو بي فوتوغرافي كلب. نعم. سو حبيت التصوير بعد اكثر وفت فيها بعمق، وبامريكا رجعت كملت كمان كورس وعملتها. هلا سو وين ما بروح بصور، بحب صور البيوت القديمه، بحب صور الناس، بحب صور اشياء غريبه. وبحكيك الصراحة التصوير فتح لي عيوني لكتير أشياء بالحياة، أشياء ما كنت انتبه لها أبدا. نعم. سو هلا حتى لو ما بعرف، يعني بكون ماشية يمكن بشوف الشجر، بشوف الورود، كل هالأشياء ما بننتبه لها. نعم. يعني ما كنا يمكن نقدرها هلا أبدا، بس بالكاميرا بركي لأنه بنركز عليها أكثر. مش بس هيك، حتى لو ما حامل الكاميرا صرت. نعم. بمشي بالطريق بشوف حياتي غير حياة، يعني تغيرت. سو بلشنا هيك. بعدين في مدة تركت الشغل بالأيو بي، وهلأ أنا وقلت لحالي لا، بدي هلأ فوت أرجع مارس الرسم، بس كل فكري بدي أدمج التصوير اللي عندي، الصور اللي عم بعملها مع الفن. يعني مش هيك بنسميها ميكس ميديا؟ ميكس ميديا مزبوط. هلا بالميكس ميديا فيكي تستعملي كل انواع الميديا، فيكي تستعملي انك، فيكي تستعملي باستيل، تستعملي اكريليك، حتى اويل بينت، حتى قلم، اللي بدك اياه، بقى بتخلطي كل هالاشياء وبتخلقي شيء جديد. نعم. يعني نحن عم نقول في عنا رسمه عم ترسمي، وبنفس الوقت كمان عم تدخلي عنصر الكاميرا او التصوير بهذا النوع من الفن. هيك عادة. هيك عادة. هلا في منهم ما بيستعملوا كل هالاشياء، بيستعملوا مثلا اثنين ثلاثه من هالاشياء. هلا انا بدك تقولي بدي ركز من الصور، استعملت ميكس ميديا لاعمل صوره جديده. اوكي اوكي. طيب بالبدايه خلينا نحكي عن الرسم. اوكي اوكي. خلينا نشوف هيدي الصوره. شو اوكي هيدي الصوره؟ من هيدي حطيتها على الانفيتيشن، على العزيمه. نعم. هاي اذا بتشوفي يمكن من بعيد بتفكريها بيت واحد او محل واحد ببيروت. صحيح. بس عن جد في هون اللي على الشمال ماخوذه جنب الابسه اشرفيه. نعم. والثاني شيء ماخوذ عين مريسه، شيء ماخوذ جنب الجامعه. يعني انا ببقى عم بتفتل بالطرقات وبصور، يمكن بصور لي شيء 1000 صوره ومنقي منهم شيء 10 وبجرب اخلق صور جديده. هلا هي كمان اوكي. هلا هيدا رسم اللي عم نشوفه؟ هيدا في رسم وصور. اكشلي لا، هي الصور ملزقين سوا، وبرجع برسم وبغير الوان مثلا، او بعمل ديتاي اذا شايفه عامله بالحبر، عامله ديزاينز. يس. وحاطه كولاج اشياء ثانيه لتعطيها شويه برسبكتيف. فإذا ما بتبين غير إذا عن قريب بتصور. أوكي. واو. هيدي كمان يمكن إذا بدك تاخدي لك شيء 10 صور من هون أخدتهم. أوكي. وبعدين فيها ديزاين ما بعرف تبين عليكم من فوق ومن تحت، وفيها باستيل، فيها أكيد بينت لأنه السما هيدي سميتها بيربل. نعم. هيدي شوي كبيرة، هي بتطلع شي متر و واو 18 سنتي بالطول، وجاي رفيعه شوي. سو عامله اثنين هيك، انا حبيت اورجيكم وحده من الكل. هلا هي اول وحده عملتها للبيوت. اذا بتنتبهي كمان اخر بين اللي على اليمين بس. هيدا مصور مرسوم. شي مصور سوري، يمين مصور، يمين مصور والشمال مرسوم. وفي شيء اذا في جريده، شقفه من الجريده مثلا في. أوكي. عندك ريم. كثير حلوين، كثير انترستينج. بس الواضح انه لنحكي عن شو اللي عم بيجمعهم، او شو هو اكثر المواضيع اللي بتحبي تتطرقي لها. يعني بنلاحظ انه بنايات قديمه. مزبوط. بترجع شوي على التراديشن. مزبوط. خبرينا. انا لما بسافر برا وحتى هون بلاقي عنا كثير بيوت قديمه حلوه كثير. بسافر شوي برجع بلاقي هدينهم ليعمروا شو بنايه طويله عريضه
عم بيروحوا التراث، عم بيروحوا شو بدي احكي التاريخ، عم بيتسيتي او المزبوط تبع لبنان الاصاله تبع. هلا امبارح بالمعرض اجاني واحد، انا ما بقبل هالحكي، شو عم بتقولي هيك، شو بيعملوا اهل بيروت؟ ما تنسي وقت تعمروا هدول ما كان في كتير سكان ببيروت، لازم نعمل هالاشياء. قلت له اوكي طب هيدا رايك معك حق، بس انا لما بشوف هالبنايات الجديده ما كاني قاعده ببيروت، يمكن كون قاعده بدبي او قاعده بنيويورك. بطلت تشبه حالها اكزاكتلي، صارت تشبه عده بلاد ثانيه. مزبوط، يعني عم نروح شيء اساسي من من تاريخنا. نعم. سو هلا يمكن يقولي اوكي ما فينا نرمم كل شيء، مزبوط، بس يمكن نقدر نعمر بنايه ثانيه اكبر تكون فيها شويه من التراث تبعنا. هلا مثل عندنا بالضيافه في فيلا الحلوه عم حتى لو عم تتعمر جديده عم تكون على التراث القديم. نعم. سو انا حبيت هلا حتضحكي تقولي لي ليش سميتيها جوين جوين جون، بتعرفي مثل ما بتحكي فيها بعدين. اوكي خلينا نتركها يمكن للاخر، بس قد ايه يمكن بتوصلي بتصوري لتوصلي لمطرح تقدري تختاري الصوره المضبوطه الاساسيه مزبوط يلي بتشبه الفكره يعني البراسة. يمكن اقعد صور لي شيء 2000 صوره لنقي صوره بلاقيها بتاعتي بتطلع على اللون، بتكون عارفه شو بدك. ايه بكون لا بكون بالاول اول ما بلشت عم باخذ هالصور لانه كنت عم حضر لفوتوغرافي اكزيبت. نعم. بس هلا ما كل العالم بتحب تروح تشوف هالاشياء، سو قلت ليش ما بعمل شيء شوي اوريجينال اكثر او شيء ينفهم اكثر واستعمل الاشياء اللي بحبها، الاشياء اللي بتعلمها، يعني اعمل كرييتيف اكسبرشن غير شكل، اخترع شيء جديد. سو حبيت هالشغله، بس الباز هي عن جد هي الصور والمناظر والفكره اللي انا بحب. اوكي بس انت دائما عم تعتمدي هل تام ولا كل فتره بتغيري؟ الفكره حلوه. اي لا بلشت بالاول انا لانه بكتب شويه شعر وهيك اشياء، بلشت بالشعر اللي كاتبته واللي مطبوع برا بامريكا. حبيت انه كل سطر بالشعر يكون له صوره. ليه بامريكا؟ ليه بامريكا فكره؟ لانه انا حاسه كثير صاير في فرق، ما بيعرفوا شيء عن العرب، عندهم فكره كثير غلط عن العرب. نعم. سو حبيت دائما اكتب بالانجليزي تيفهموا عقليتنا. هلا انا مش بس بكتب شعر، بكتب كمان بسموها شورت فيكشن، قصص قصيره. نعم. وانتبهت انه خصوصا بالغرب بهمهم يعرفوا مثلا كيف عايشين الحياه بالضياع، شو هن السوبرستيشنز اللي عندنا اياها، الافكار بهدول اللي اكثر شيء بيقبلوهم للطبع. انا ببعت يعني للجورنالز. نعم. واللي بينقبلوا بنبسط فيهم. نعم. ايه سوري. اوكي سو من الشعر شو عملت فيه؟ سو من الشعر كل مثلا بلشت بشعر واحد، كل شعر عملت فيها صورة وخليت وحدة من بناتي تعمل موديل يومتها، قالت لي قلت لها بليز قري لي هالشعر وهي وعم تقرا انا عم صورها كنت. اه واو. واخذت من صورها، واذا بتروحوا تشوفوا بالمعرض في هيك بس حيط على جنب حاطة هالشغلة بس تورجي كيف نقلت من هالفكرة لهي للفكرة الثانية اللي هلا انتم شفتوها. عندي مثلا بنص، لانه الشعر بتتذكر بقى نص وجهها منشال. آه. بقى نص الوجه الباقي يمكن عامله بانتور، عامله كريون، رسمه، يعني مغيره شوي. حروف كمان بشوفها. يس في حروف. اي نعم في كثير اشياء. واو. وبكتب اكشلي السطر بايدي. حبيت. إيه. غريب لذيذ. ثانك يو. إيه. حبيت. طب ليش جون جوينج جوينج جون؟ اكيد بتعرفوا بمزاد العالم بيقولوا لي جوينج وانس يس جوينج توايس سولد، بس انا حبيت بس اخذها هيك فكره، بس هي عم بحس انه هالتراث. نعم. رايح رايح شوي شوي وما حنلاقيه غير راح بالمره وما عم نحس. هلا بعرف انه في كم جمعيه بيهتموا انه بهالبيوت القديمه اللي عم تروح، عم بيجربوا قد ما فيهم، عم بيجربوا قد ما فيهم. سو حبيت انا ابعت رساله هون انه ما ننسى هالبيوت الحلوه، مع انه صوري يمكن مثل انذار يعني جوينج جوينج يعني سمثينج. ايه اذا ما انتبهنا حتروح عن جد. سو كيف بدي اقول لك، سو هالصور مع انه يمكن بتشوفيها ما انا موجوده بلبنان ببيروت، بس هي ماخوذه من كثير محلات بلبنان، وحبيت انه ببيروت اكشلي، وحبيت ورجيهم تجمعيهم. نعم. اي متى بلش العرض وقد ايه رح يبقى وين؟ كثير منيح. اوكي العرض بلش امبارح، امبارح كان الافتتاح ويا ريت كنتوا معنا، بس على كل حال مفتوح الاكزيبت ل 31 الشهر. نعم. سو من وين؟ 10 ل 6 بالارت ورك شوب. ارت ورك شوب هيدا على شارع ادونيس، يعني
جنب السادات يعني. نعم. ما بيضيع في كنيسة سانت ريتا بوجر تمام. صحيح. فإذا باقي ل 31 إن شاء الله ومن العشرة للستة. نعم عادة. أوكي. إيه. إن شاء الله بنشوفك إن شاء الله. ثانك يو فيري فيري ماتش. أكيد وجود لك. فإذا ميكست ميديا شكرا علمية جديدة بتشكركم كثير. شكرا لك يعطيك ألف عافية. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها بنكفي عالم الصباح وبنكون مع شيف سليمان ورشة ملح مش رح ننسى. Thank you very much.